معايا زياد مطر من كوالكوم، وبرحب بكل مشاهدي ومضى تي في. انا حبيت كثير الافكار اللي عن جد لها مجال تغير العالم، وتغير كمان بالاشياء اللي عم نستخدمها حوالينا. بالايديا زون الواي تو سيفتي تبع الجن شوت ديتكشن از ا جريت اب، البيبي توك از ا جريت اب، موجز از ا فيري نايس اب. كمان بالستارت اب ديمو كمان كان في كثير ابس حلوين، بريزولي اند وولي ار ريلي ماي تو فيفورت. لي حبيب انغامي، ما بتذكر مضبوط الاسم بس ات واز كانت على التعليم education. يا اكزاكتلي، سو بتصور انه كل شيء اسمه education تعليم على مع الاي تي، يعني مع الكمبيوتر والانترنت، هو الشيء اللي لازم نبلش نفكر فيه لاولادنا. هيدي شغله كثير قريبه على قلبي لانه عندي ولدين. عبير عمر من الاردن. بالنسبه لي افضل بيتش كانت بيتش اللي هي الستارت اب ديمو لصوت من الاردن، حبيتهم كثير، ووصفه من السعوديه. هاي، انا مايا زنكول، انا ديزاينر والالستريتور. صراحه ايدياثون I was not impressed. ما في شيء عجبني. بس الستارت اب ديمو في كذا شغلة عجبتني. هلا أول شيء أكيد رح أحكي عن وولي. في كمان ستارت اب نفهم اللي هو عنده كتير، حبيت إنه عنده purpose education، يعني عنده cause عم يشتغلها و it seems to be working. يعني في عالم مش عم يقدر يروح على المدرسة they can access it. I really support the idea of education through technology.